البداية شانطال من أحوال الطقس والعاصفة الجوية ولهذه الغاية تنضم إلينا مباشرة من كفر دبيان الزميلة ميشيلا حداد. يعني ميشيلا المشهد معبر عندك مع عودة تشوف المناطق على الخريطة باستوديو، كيف الجو على الأرض عندك؟ نعم ماجد، نحن هلأ بمنطقة كفر دبيان، الحرارة جدا جدا منخفضة مثل ما عم تعرف، مثل ما عرفتوا طقس أوروبا الشرقية اللي بنسمع عنه كتير صار عنا موجود هلأ بلبنان بسبب العاصفة اللي عم تضرب منطقتنا، ومثل ما خبرناكم أنه مصدرها جاي من روسيا. هيدي العاصفة اللي وصفتها مصلحة الأرصاد العلمية، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، إنها الأقوى من ناحية كمية الأمطار يلي عم تتساقط من أكثر من 10 سنين، وهي بعدها مستمرة معنا، ومن المتوقع أن تبلش تنحسر ابتداء من الخميس المساء، ولكن بالطبع بتكفي الحرارة منخفضة جدا. نحن مثل ما ذكرنا موجودين بمنطقة كفر دبيان على ارتفاع تقريبا 1700 متر، الحرارة يمكن 5 تحت الصفر، والرؤية بطبيعة الحال سيئة جدا، والأفضل أكيد تفادي السواقة بهذا الطقس إلا إذا كانت السيارات مجهزة بسلاسل معدنية أو رباعية الدفع. حركة السير على طريقنا لهون كانت خفيفة نسبيا، الضباب كان كثيف جدا، ومن المتوقع أن الثلج ينزل اليوم على ارتفاع 700 متر وحتى أقل من هيك. ومن شوي اتصلنا بشعبة العلاقات العامة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأفادتنا بأحوال الطرقات، وفينا نقول لكم أنه طريق زحلة مقطوعة، عيون السمين فرية فقط للسيارات المجهزة، حدث بعلبة مقطوعة، العقورة، معاصر الشوف، كفرية كمان مقطوعة الطريق، بس كنت ظهر بيدر ومنطقة اهدن بس للسيارات المجهزة، بشر الأرز مقطوعة. كمان عم نقول لكم أنه قبل ما تروحوا إذا كنتم مضطرين تتوجهوا لهذه المناطق اتصلوا واستعلموا عن حالتها، لأنه العاصفة عم تزداد مع الوقت سوءا. كمان على أخبار العاصفة من لكم أنه رح توصل لأقصى درجتها بكرة. نعم. شكرا. يوصل لارتفاع 600 متر. نعم. يبدو أنه في مشاكل شوي بالصورة، كمان الطرقات مقطوعة والصورة كمان فيها مشكلة. شكرا.